في ذلك الوقت سمع هيرودس رئيس الربع خبر يسوع، فقال لغلمانه: هذا هو يوحنا المعمدان، قد قام من الأموات، ولذلك تعمل به القوات. فإن هيرودس كان قد أمسك يوحنا وأوثقه وطرحه في سجن من أجل هيرودية امرأة فيلبس أخيه، لأن يوحنا كان يقول له: لا يحل أن تكون لك. ولما أراد أن يقتله خاف من الشعب، لأنه كان عندهم مثل نبي. ثم لما صار مولد هيرودس، رقصت ابنة هيرودية في الوسط فسرت هيرودس. من ثم وعد بقسم أنه مهما طلبت يعطيها، فهي إذ كانت قد تلقنت من أمها قالت: أعطني هنا على طبق رأس يوحنا المعمدان. فاغتم الملك، ولكن من أجل الأقسام والمتكئين معه أمر أن يعطى، فأرسل وقطع رأس يوحنا في السجن، فأحضر رأسه على طبق ودفع إلى الصبية، فجاءت به إلى أمها، فتقدم تلاميذه ورفعوا الجسد ودفنوه، ثم أتوا وأخبروا يسوع.